دكتور محمد، قبل ما أتكلم عن المهرجان وشراكتكم مع الهيئة الملكية محافظة العلا يعني في هالمهرجان، خلينا نتكلم عن المركز الوطني حديث النشا، المركز الوطني للنخيل والتمور، وش فكرته وش الهدف من إنشائه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله رب العالمين. المركز الوطني للنخيل والتمور أنشئ بهدف رفع صادرات المملكة من التمور ورفع جودة القطاع وتشجيع الصناعات التحويلية في التمور. هذا الهدف الرئيسي اللي يقوم عليه المملكة. طيب، عندي الآن يمكن مهرجان العلا للتمور، خلنا أخذه كنموذج يعني للشراكة اللي يمكن المركز يقوم بها مع عديد من الجهات والقطاعات. وش قدمتم في هذا المهرجان وكيف نوعية الشراكة يعني مع الهيئة؟ يعني في عمل كبير قائم مع الهيئة الملكية للعلا، فيه لقاءات كثيرة واجتماعات، قاعدين نعمل على كيف نطور عدد كبير من المزارعين للحصول على علامة التمور السعودية. هذه علامة تضمن الجودة، مبنية على مواصفات قياسية، تساعد وتساهم في تسويق التمور وتسهيل التجارة أو التداول عن بعد، وهذا بإذن الله سيسهل العمل.